واش هذه قناة شوف تي في؟ مساكم سعيد، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينة طنجة. لأذكركم بمستجدات الحالة الوبائية ببلادنا حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مساء يومه الثلاثاء. فعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة. وأفادت الوزارة في الحصيلة الوبائية اليومية بأن الحالات المكتشفة تتوزع على 3 إصابات بتطوان وإصابة واحدة بطنجة أصيلة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة بالجهة بسبب الفيروس المستجد. إذن وزارة الصحة تعلن مساء اليوم الثلاثاء عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة. وأفادت الوزارة في الحصيلة الوبائية اليومية بأن الحالات المكتشفة تتوزع على 3 إصابات بتطوان وإصابة واحدة بطنجة أصيلة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة بالجهة بسبب الفيروس المستجد، فيما لم تسجل أي إصابة بكل بن وزان والعرائش وشفشاون وإقليم الفحص أنجرة. ودائما تهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والعمل على التطبيق الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات الغير الضرورية والانخراط التام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المعنية بكل وطنية ومسؤولية بخصوص الوضعية الوبائية على المستوى الوطني. فقد أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مساء اليوم الثلاثاء عن تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 134 حالة شفاء دون تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 951763 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 935592 حالة بنسبة تعافي تبلغ 98.3%، بينما استقر عدد الوفيات إلى 14798 حالة بنسبة فتك قدرها 1.6%. وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء أسطات 139 إصابة، الرباط سلام قنيطرة 47 إصابة، مراكش أسفي 14 حالة، فاس مكناس 7 حالات، طنجة تطوان الحسيمة 4 إصابات، الشرق إصابتان، وبني ملال حالتين، ودرعة تافيلالت حالتين، كذلك سوس مسا حالتين. وحسب الأرقام المسجلة اليوم فقد انخفض مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 1373 حالة، وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة حالتين، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 100 حالة، حالتين منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.
أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 فقد بلغ 1.9%. مشاهدينا الكرام، مزيدا من الحيطة والحذر، كوفيد 19 مازال كيغدر، التزموا بارتداء الكمامات الوقائية في الأماكن المغلقة والأماكن المزدحمة كأسواق القرب والمقاهي الشعبية والمطاعم والمتاجر الكبرى، احترام مسافة التباعد والأمان، وتعقيم اليدين بالماء والصابون والمطهرات الكحولية. ولي مازال ما تلقح، الله يهديكم، لي مازال ما تلقح يمشي ياخذ الجرعة ديالو الأولى أو الثانية أو الثالثة، اللي عمل الجرعة الثانية يمشي يعمل الثالثة، واللي عمل الجرعة يمشي يعمل الثانية، واللي عمل الأولى يمشي يعمل الثانية. إذا باش يمكن لنا نرجعوا الحياة الطبيعية ديالنا 100%، الحل الوحيد هو الانخراط جميعا في الحملة الوطنية المجانية للتلقيح ضد كوفيد 19، لأننا حاليا نعيش حياة شبه طبيعية، مي غادي نتلقحوا جميع ونوصلوا المناعة الجماعية، غادي نعيشوا إن شاء الله حياة ديالنا الطبيعية، ونعيشوا نرجعوا كيف ما كنا، الحفلات والأعراس والتظاهرات الثقافية والفنية والرياضية، نمشيو فين ما بغينا، ندخلوا ونخرجوا فوقاش ما بغينا، نسافروا جميع، نحيوا والرحيم جميع. ولكن مشاهدينا الكرام، هذا لن يتحقق إلا إذا انخرطنا جميع في الحملة الوطنية المجانية للتلقيح ضد كوفيد 19. كيف ما كتعرفوا، فالمتحور الجديد إيميكرون ما زال ينتشر بسرعة في معظم الدول الأوروبية التي قررت أن تتخذ مجموعة من الاحترازات الوقائية وتشديد القيود، خصوصا مع انتشار هذا المتحور الجديد، سواء تعلق الأمر في فرنسا أو في بريطانيا أو ألمانيا أو الدنمارك أو في مجموعة من الدول، بلجيكا والدول المجاورة، هولندا وألمانيا إلى غير ذلك. إذا مشاهدينا الكرام، مزيدا من الحيطة والحذر، تحية لكم أينما كنتم، ألقاكم في مباشر قادم، إلى اللقاء.